نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، أهلا بكم. نبدأها بالشأن الفرنسي، حيث أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن شرطيا قتل رجلا تونسيا طعن شرطية حتى الموت عند مدخل دائرة الشرطة في راموي قرب باريس. وقتل المهاجم بعدما أصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي. والمهاجم هو مواطن تونسي يبلغ من العمر 36 عاما، وهو غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية الفرنسية، وموجود بصفة قانونية في فرنسا. من باريس ينضم إلينا مراسلنا محمد الحاجي. محمد، ضعنا في تفاصيل هذه العملية، من الذي نفذها، كيف تمت، أيضا كيف قتل هذا الشخص التونسي، وما هي الدوافع إن عرفت حتى الآن؟ نعم سهام، عند الساعة 2:30 بتوقيت باريس إحدى الشرطيات وأثناء عودتها من استراحة الغداء طعنها الشخص أمام المغفر الذي تخدم أو تعمل فيه، أدى هذا الطعن إلى وفاتها، وبالتالي الشرطة أطلقت النار على الشخص الذي أيضا قتل. وتبين من خلال البحث في جيبه عن امتلاكه إقامة فرنسية تعود العام 2019، وهو تونسي الجنسية، وصل إلى فرنسا عام 2009 ولم يكن يملك أوراق ثبوتية وليس معروفا لدى السلطات الأمنية. وزير الداخلية ورئيس الوزراء وصل إلى عين المكان، ووصف رئيس الوزراء العمل بأنه همجي وبربري ويطال الشرطة. نفس الشيء أيضا وصفت مارين لوبين هذا العمل بأنه بربري وهمجي، وصنفته ضمن خانة الإرهاب، علما بأن محكمة باريس لم تحف تحت تحقيقا بعد بانتماء هذا العمل أو يصنع أو بتصنيفه بأنه عمل إرهابي. هذه العملية اليوم أثارت الكثير من ردود الأفعال، خاصة لدى السياسيين، لأنها تأتي في مرحلة حساسة جدا. الرئيس الفرنسي كان قد أعلن قبل أيام عن توظيف 10,000 شرطي إضافي لمكافحة الإتجار بالمخدرات، وأيضا مكافحة الإرهاب والعمل على تأمين الأمن للفرنسيين، وأيضا قبل عام من الانتخابات الفرنسية، حيث بدأت الآن الأحزاب السياسية وخاصة اليمنية تبحث موضوع ملف الشرطة والإرهاب لكسب الأصوات، فضل أننا في شهر رمضان، وأي عمل من هذا النوع قد يثير الكثير من الحبر بخصوص ارتباطه بعمليات إرهابية. من المبكر الحديث عن ذلك، لكن محكمة باريس المختصة بالإرهاب لم تفتح تحقيق لهذا الموضوع، ويبدو من خلال الضجيج الذي أحدثه اليوم، ومن خلال أيضا الاهتمام الإعلامي، بأنه قد يصنف فعلا تحت هذه الخانة، علما بأنه ليس هناك، وقد يصنف أيضا محمد تحت خانة ما يعرف وفي فرنسا الآن بالإرهاب الإسلاموي. للأسف، كيف تبدو ردود الفعل على مستوى الشعبي وأيضا الإعلام في فرنسا؟ كيف يتم تناول الموضوع حتى الآن؟ شعبيا ما زال الامر مبكر، لان العمليه حدثت قبل ساعتين من الان، لكن اعلاميا ايضا هناك تغطيه واسعه. سياسيا هناك ردود فعل من فاليري بيكريس مثلا من حزب اليمين، قالت بان الشرطه اليوم ضربت في لحمها، وهنا تريد التذكير بان فرنسا تعرضت، الشرطه تعرضت فعلا الى عمل ارهابي مباشره او عمل قاتل مباشره في ضرب الشرطه اثناء تاديه الخدمه. وكما ذكرت لك، مارين لوبين صنفته فورا في خانه الارهاب، وايضا الرئيس الفرنسي لم يصرح بعد، فهو الان في الطائره عائد من انجمينا بعد دفن الرئيس تشادي ادريس ديبي. اذا سوف ننتظر في الساعات القادمه لمعرفه فعلا كيف يمكن ان يصنف هذا العمل، وما هي دوافع الجاني التونسي البالغ من العمر 39 عام. شكرا جزيلا لك محمد الحاجي، كنت معنا من باريس.